أستاذ عمر، أهلا بك، نورتنا. صباح الخير. صباح الخير لكافة المشاهدين. بداية سيدي، ما هو الأعصار؟ وهل يمكن اعتبار العواصف الشديدة أعاصير؟ بكل تأكيد بأن الأعاصير هي أحد يعني أكثر الأشكال أو الظواهر الجوية قسوة وتدميرا وذات كلف مالية عالية وأيضا خسائر في الأرواح، فلذلك هناك ارتباط مباشر ما بين الأعاصير وما ذكرت في موضوع التغير المناخي. لا يمكن اعتبار العاصفة بأنها إعصار إلا إذا أخذت شكل من الشدة ومن القسوة، بمعنى أن سرعة الرياح تتجاوز ما يقارب 120 كيلو متر في الساعة، فلذلك تقاس أيضا شدة الأعاصير يعني من خلال سرعة الرياح وشدتها، فلذلك تتراوح بين الدرجة الأولى والدرجة الخامسة، أي بمعنى ما بين 120 كيلومتر بالساعة تصل إلى 300 كيلومتر بالساعة. وكما نعرف بأن الأعاصير المدارية هي تتشكل وتتكون فوق المحيطات المدارية، وأيضا يعني هناك أو طاقة هذه الأعاصير تستمدها من هذه المحيطات، فلذلك بشكل أو بآخر أصبحت واحدة من المظاهر التي نشهدها في الآونة الأخيرة هي حدة وتكرار الأعاصير خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ولكن سيدي، هل صحيح أن الأعصار عندما يكون فوق البحر لا يكون مؤذيا كفاية بالقدر نفسه الذي يبدأ فيه التحرك نحو الأرض؟ بكل تأكيد بأن مركز تكون الأعاصير دائما فوق المحيطات ويأخذ في القوة والشدة دائما فوق اليابسة، فلذلك نجد بأن الآثار المدمرة أكثر تقع على اليابسة بشكل واضح جدا، خاصة أن هناك في يعني مدن وأيضا يعني العنصر البشري الذي يتلقى يعني الضربات الموجعة من هذه الأعاصير، فلذلك يعني أجد بأن الدول التي تكون قريبة من المحيطات وأيضا البحار هي أكثر شدة وأكثر تعرضا لمثل هذه الأعاصير من غيرها من الدول لا تكون على تماس مباشر مع المحيطات والبحار. نعم، طيب بالإجمال سيدي، كيف يتكون الأعصار؟ كما ذكرت بأن مركز الأعاصير دائما المدارية خاصة فوق المحيطات، وتستمد هذه الطاقة من فعاليات جوية خاصة في مناطق الضغط المنخفض كما يسمى في علم الأرصاد، وتتجه شيئا فشيئا يبلغ يعني قطر هذا الإعصار يتراوح ما بين 200 تقريبا كيلو إلى 1000 كيلو متر مربع، فلذلك يعني تتفاوت قوة هذه الأعاصير من إعصار إلى آخر. ولكن ما حدث الآن في علوم الأرصاد أنها أصبحت تتنبأ في مركز تكوين هذا الإعصار وكيف تتعامل معه على الأرض، وشيء ما يسمى بنظام الإنذار المبكر، وهذا ما شهدناه في إعصار شاهين في سلطنة عمان، حيث تنبأت في تشكل وتكون هذا الإعصار منذ يعني أكثر من يوم، ولذلك أخذت السلطات إجراءات احترازية لتقليل الخسائر المادية والبشرية بشكل كبير جدا. بالحديث عن إعصار شاهين، هل تختلف الأعاصير أو تختلف قوتها بين القسم الجنوبي والقسم الشمالي من الكرة الأرضية؟ نعم، كما يقال في علم الأرصاد بأن الأعاصير التي تتكون في نصف الكرة الشمالي هي تسير عكس عقارب الساعة، يعني الرياح وسرعتها، على العكس في نصف الكرة الجنوبي الذي يسير مع اتجاه عقارب الساعة، فلذلك نجد بأن الأعاصير في الجزء الشمالي تكون أكثر شدة وقوة وأكثر تدميرا وتخلف خسائر في الأرواح وخسائر مادية باهظة الثمن. اللافت أن الأعصار في الدول العربية سمي اسما ذكوريا شاهين، بينما هو سالي وساندي وكاترينا في الولايات المتحدة. سؤال، كيف تسمى الأعاصير؟ كيف تأتي؟ من أين تأتي تسميتها؟
قديما كانت التسمية للعصير تسمية عشوائية، وحتى إذا نظرنا في القرن 18 أحد العلماء في أستراليا سمى هذه العصير بأسماء أعضاء مجلس النواب الذين لم يصوتوا على دعم البحث العلمي لعلم الأرصاد، فلذلك أيضا تطور هذا الموضوع لأصبح أو قديما كان يسمى الإعصار باسم القديس في ذلك في المنطقة التي يضرب فيها الإعصار، فإلى أن وصل بشكل منظم وشكل علمي وأصبحت هناك قوائم بترتيب الأبجدي في تسمية هذه الأعاصير بشكل يعني تتناوب هذه الأسماء وتتعاقب، ويتم حذف بعض الأسماء خاصة يعني احتراما لمشاعر أهالي الضحايا، وأيضا مثلا مثل إعصار كاترين الذي خلف يعني آلاف من الضحايا في الولايات المتحدة الأمريكية، لا نتوقع أن يتم تسمية هذا الاسم مرة أخرى في الولايات المتحدة لأنه كان بشكل أو بآخر يعني ارتبط في ذاكرة مأساوية للشعب الأمريكي. أيضا يعني هناك فيما يتعلق في الأسماء أو يطرح سؤال لماذا يسمى الإعصار بأسماء معينة، أعتقد بأنها لأغراض السلامة العامة حتى يتم التعامل معها ويتم إطلاق التحذيرات بشكل مباشر لكافة السكان أو أيضا الدولة التي يضرب فيها الإعصار، وأيضا هدف آخر وهو لأغراض البحث العلمي والتوثيق العلمي حتى يتمكن دارسي والباحثين في علم الأرصاد في التعامل مع هذا الإعصار باسمه كحالة دراسية. نعم، أنا شخصيا كنت شاهد على إعصار كاترينا عام 2005 في الولايات المتحدة، كنت هناك وبتذكر جيدا أنه كل صبية كان اسمها كاثرين كانت تشعر ببعض الخجل، طبعا لا داعي للأمر، بس بالحديث عن الموضوع يعني إعصار كاترينا زرع الهول بسنة 2005 بالولايات المتحدة، نيو أورليانز خصوصا مدينة نيو أورليانز كان في خوف أنه تصير تحت المي، إلى أين يمكن أن تصل فداحة نتائج وتداعيات الأعاصير سيدي؟ بكل تأكيد بأن الأعاصير تحمل في ذيولها دائما الأمطار غزيرة، وهذا ما يسبب فيضانات وأيضا يسبب في ارتفاع أحيانا مستوى سطح البحر والأمواج وتأخذها إلى اليابسة، فلذلك يعني أنا أعتقد بأنه أكثر قوة ضاربة على وجه هذه الأرض هي الأعاصير، يعني حتى لو بعضها يبلغ تأثيره أكثر من الضربات العسكرية، فلذلك الزلازل أيضا بشكل أو بآخر يعني يعتبر الإعصار هو تقريبا بالدرجة الأولى في علم الأرصاد فيما يتعلق في الظواهر الجوية القاسية المدمرة التي تأتي على الخسائر البشرية والمادية على حد سواء. بنصف دقيقة أخيرة، الرابط بين الأعاصير وتغير المناخ. طبعا بكل تأكيد هناك رابط ورابط قوي جدا، كما ذكر تقرير الاي بي سي سي وهو التقرير التقييم السادس التي تطلقه الهيئة الدولية المعنية في التغير المناخي في الأمم المتحدة، وتحدثت بشكل واضح جدا بأن هناك ما يسمى بالطقس المتطرف، وهناك أيضا زيادة تكرار هذه الأعاصير وزيادة حدتها، كما ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن حدة هذه الأعاصير ستكون قاسية في الأيام والسنوات المقبلة، وأيضا سيكون هناك يعني اتساع لرقعة هذه الأعاصير يعني تطال كثير من الدول إن لم يكن هناك حلول جذرية لقضية التغير المناخي، وأيضا كما نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ثاني أكبر مصدر للغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. نعم، إنها الطبيعة تغضب يعني وتكون ساكنة في أحيان أخرى، نقبلها في كل حالاتها. عمر الشوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك.